وفي خدمة إخبارية سابقة بالتلفزيون المصري، قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي إن القمر الصناعي مصرسات 2 أطلق بمدينة تيا أكوان في الصين في الساعة 6:10 بتوقيت القاهرة. وأضاف صدقي أن القمر تم تنفيذه في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، لافتا إلى أن مصر بات لديها أول منتج محلي يطلق في الفضاء. إطلاق القمر الصناعي مصرسات 2 ده تم النهارده في مدينة تيشان في الصين، وتم الحقيقة في الساعة 6:10 بتوقيت القاهرة. والأمر ده تم تنفيذه في إطار التعاون الاستراتيجي ما بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. ويعد له أهميات كثيرة جدا، أولها أن هو خطوة هامة نحو تنظيم تكنولوجيا القمر الصناعي في مصر. فأولا القمر ده منحة كاملة من الصين، دي أول مرة الصين تدي منحة لقمر في أي دولة في العالم. النقطة الثانية أن دي أول مرة لمصر تمتلك قمر، القمر ده ينزل في مصر ويتم عمليات التجميع والتكامل والاختبار فيه في مركز التجميع والتكامل اختبار الكائن وكاله الفضاء المصريه. وبرج المركز ده تم تاسيسه في اطار الشراكه الاستراتيجيه ما بين مصر وما بين الصين.